يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه اللي بينتظروا على احر من الجمر اللقاء التاريخي. 48 ساعه بتفصلنا طبعا عن المواجهه التاريخيه اللي هتجمع بين الاهلي وريال مدريد في تاني اقوى بطولات الارض، عشان الكلام يبقى واضح وصريح. امبارح كنت بتكلم على انه البطوله دي، وعلى الرغم ان في ناس كتير جدا بتقول انها بطوله عاديه او بطوله شرفيه، على الرغم انه انا قلت قبل كده انه كل انديه العالم بلا استثناء تحلم انها تشارك في البطوله دي، لكن خليني اقول في النهايه لو بتيجي تحسبها تلاقيها فعلا تاني اقوى بطوله على مستوى الانديه في العالم كله. يعني لو حطينا تشامبيونز ليج في حته، تيجي بعدها على طول بطوله كاس العالم للانديه، من حيث القوه، من حيث الصعوبه، من حيث الابطال اللي بيشاركوا فيها. مفيش بطوله تانيه ممكن تتقارن بكاس العالم للانديه، لا كوبا ليبرتادوريس ولا تشامبيونز ليج افريقي ولا تشامبيونز ليج اسيوي ولا اي بطوله تانيه على سطح الكره الارضيه. خليني اقول لحضراتكم طبعا عندنا اخبار كثيره جدا متعلقه، على الرغم طبعا انه مستر كولر النهارده قرر ان هو يعمل يعني ميران مغلق، ما حضرتوش وسائل الاعلام، لكن عندنا اخبار من زمايلنا في المغرب. هنطمنكم على استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الريال، ونطمنكم كمان على حاله لاعبتنا، لانه كان في كلام كتير مكتوب على حاله محمد مجدي قفشه وحاله محمود كهربا. هنطمن معاكم على مدار الحلقه على اخبار الفرقه كلها وعلى استعداداتها. عايز اقول لحضراتكم انه بشكل شبه اكيد، لا مش شبه اكيد، هو بشكل اكيد تاكد غياب بنزيما وتيبو كورتوا. كريم بنزيما نجم هجوم الريال ونجم منتخب فرنسا، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، عن مواجهه الاهلي وريال مدريد. في بعض الامور او الشكوك متعلقه بمشاركه عدد تاني من النجوم، منهم طبعا مندي الظهير الايسر لريال مدريد، منهم فاسكيز واحد من اهم طبعا اللاعبين في ريال مدريد، وان كان مش بيشارك بشكل اساسي في الفتره الاخيره، لكن واحد من اللاعبين اللي ممكن تقول انه يعني مصدر خطوره على الفريق، ايدر ميليتاو طبعا الظهير او المساك في ريال مدريد. كل دول بيغيبوا، او الاخبار بتقول او حسب ما ذكرت صحيفه الماركا الاسبانيه ان هم من الوارد جدا ما يشاركوش، لكن مشاركه كورتوا دي مؤكده بشكل نهائي. بنزيما موجود مع بعثه الريال، ولكن اغلب الظن انه كارلو انشيلوتي مش هيغامر بيه، لانه حالته لسه مش في كامل جاهزيته في لقاء الاهلي. ممكن لو جهز يلعب مع الريال في حاله وصوله فقط لمباراه النهائي، اما لو الاهلي تفوق على الريال فحتى مباراه الثالث والرابع، مركز الثالث والرابع، بنزيما مش هشارك فيها. ده حسب مذكرة صحيفة الماركا الأسبانية. بدون مبالغة، هو ممكن يكون تاني أهم لقاء على مستوى السيزن كله. مباراة الأهلي وريال مدريد هي فعلا تاني أهم مباراة في الموسم الحالي بأكمله، بكل منافساته، بكل بطولاته، بكل سلطاته، بكل بابا غنوجه. خليني أقول لكم إنه اللقاء الوحيد اللي ممكن يتفوق على مواجهة الأهلي وريال مدريد في الموسم الحالي هو وصول الاهلي للمباراه النهائيه، ان كان مين هنواجهه بقى، فلامينجو كان او الهلال او الهلال السعودي، لكن تبقى المباراه دي حتى اللحظه ان شاء الله باذن الله عندنا القدره على ان احنا نتجاوزها، هي تاني اهم لقاء على مدار الموسم الحالي. وخليني اقول لكم واوصل الرساله دي للاعبتنا في المغرب الشقيق، انه كل الدعم، كل الدعم بدون اي، ما شفتش مباراه جماهير النادي الاهلي مهتمه بيها كده، مهتمة بنتيجتها كده، حريصة كل الحرص على إنها تفوز على الريال، مش بس عشان هو الريال، لكن كمان عشان تتأهل لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، وهي بدون ضغوط، بدون ضغوط، مباراة ضغوط فري، مفيش أي نوع من اللود أو البريشر أو الاسترس على لعيبة النادي الأهلي. وكل الرسائل اللي اشتركت فيها جماهير النادي الأهلي بتقول اتمتعوا، متعونا معاكم، مش مطلوب منكم حاجة أكتر من كده. قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة، خلينا نروح لزميلي كريم أحمد من المغرب، وغالبا يعني من الرباط، هو أكيد من الرباط طبعا، بما أنه بعثة النادي الأهلي سافرت امبارح من طنجة للرباط عشان نطمن على فرقة النادي الأهلي وعلى أخبارها واستعداداتها قبل 48 ساعة من مواجهة الملكي ريال مدريد. يا كريم مساء الخير والحمد لله على السلامة، سلامة الوصول طبعا لمدينة الرباط.
مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك، الله يسلمك طبعا، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. عرفت يمكن واخبرنا وانا بدردش في بدايه الحلقه انه النهارده مستر كولر فرض السريه الكامله وطلب عدم وجود وسائل اعلام لحضور مران النادي الاهلي. نطمن منك على استعدادات طبعا المباراه المهمه والمنتظره امام الريال يوم الاربعاء، وتطمني كمان على حاله محمد مجدي قفشه وحاله محمود كهربا. يعني بالتاكيد طبعا في البدايه زي ما اكد صوتي لصوتك، الحقيقه يمكن النهارده كان تدريب مغلق تماما، لكن الحقيقه في وسط التدريب لمسنا شيء مهم جدا، ودي الاحترافيه زميلي احمد. الحقيقه ان انت ترفع الضغوطات على لاعبي النادي الاهلي، يعني ده امر كان مهم جدا. التحضيرات الفنيه الحقيقه على اعلى مستوى كالعاده من مستر كولر، من كل الطاقم الفني بالكامل، لكن الجهد الكبير اللي بيبذل في هذه اللحظات من الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر ان انت ترفع الضغوطات بشكل كبير جدا. النهارده كان في ضحك في التدريب بسيط، الراجل يمكن التقط صور تذكاريه عديده جدا مع لاعبي النادي الاهلي اثناء التدريب في محاوله منه ان هو يقول اتمتعوا بالكوره، العبوا لعبكم الطبيعي، توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا في هذه المباراه من خلال التحضيرات ومن خلال الجديه الكبيره جدا ومن خلال يعني الحلم الكبير الحقيقه اللي فيه جمهور النادي الاهلي. مقابله مهمه جدا، اول مقابله رسميه في تاريخ النادي الاهلي امام ريال مدريد، فكل الامور دي الحقيقه بتكون دوافع للاعبي النادي الاهلي. كل الترتيبات الاداريه الحقيقه بدايه من كابتن محمود الخطيب اللي سبقنا هنا وتواجد في الرباط مع كابتن سمير عدلي للقيام بكل الترتيبات الخاصه طبعا عشان تسهل كل الامور لاعبي النادي الاهلي، لان انت عارف كانت مشقه كبيره جدا زميلي احمد، 3 ساعات ومنها كان سفر ايضا كمان من تطوان الى طنجة، فامور كانت صعبه جدا جدا لاعبي النادي الاهلي تحديدا فيها التنقلات، لكن مجرد وصلنا الى فندق الاقامه كل الامور دي انتهت، التركيز موجود، مستر كولر الحقيقه كمان محاضراته الفرديه مع لاعبي النادي الاهلي ده امر مهم جدا، بنشوفه مع طاهر، بنشوفه مع قفشه، بنشوفه مع الشناوي، مع متولي، بيحاول ان هو يوصل بعض الافكار من خلال التحليل الخاص بيه، وزي ما شفنا الحقيقه ياسين المكاري وقيامه بدور مهم جدا في عدد قيامه طبعا بتسجيل عدد مباريات من ريال مدريد عشان تقدر تقف على الامور والتكتيك اللي انت مش هتقدر تواجه ريال مدريد بشكل كبير جدا، لكن بمشيئه الله تقدر ان انت توزع سيناريوهات عديده جدا على هذه المباراه. فعشان كده تدريب اليوم كان فيه جديه كبيره جدا، الراجل يمكن 50 دقيقه بالعدد الحقيقه ليه تدريب اليوم، لكن كان فيها امور عديده جدا من الفقرات البدنيه طبعا وفقرات الكره. لكن هرجع معاك لقفشه ومحمود كهربا، يعني محمود كهربا بمشيئه الله يكون متواجد في تدريب الغد وعنده اجهاد بسيط، يعني مش هنقدر نقول حاله برد، الناس بتقول القفشه عنده حاله برد، لا يمكن هو شعور بسيط جدا، لكن النهارده خد جرعه تدريبيه بسيطه على ان يكون ان شاء الله بمشيئه الله في التدريب الرئيسي غدا ان شاء الله على ملعب مولاي عبد الله، هيستقبل مباراه الاهلي وريال مدريد. الملعب يتسع ل 60,000 بمشيئه الله من الحاله اللي احنا شايفينها ومن الدعم الكبير جدا من اشقائنا المغاربه، هيكون فول كاباسيتي زي ما بنقول بالنسبه للاستاد. يا رب ان شاء الله كل الظروف تكون مع فريق النادي الاهلي. كمان عندنا زميلي احمد يوم شاق بالنسبه للغد، لان هيبدا بتدريب صباحي 12 دورا ومنها مباشره الى المؤتمر الصحفي اللي هيكون بتوقيت قال طبعا قال مغرب 1:15، ومنها الى الاجتماع الفني 4:15. امور عديده جدا هيكون في معلومات واخبار كثيره جدا غدا، يا رب ان شاء الله باذن الله كل المناخ الطيب اللي موجودين فيه وكل الدعم الكبير والتحضيرات الاكثر من رائعه تصب في مصلحه النادي الاهلي. وزي ما بنقول مفيش مستحيل في كره القدم، لكل مجتهد نصيب، لعبتنا بتجتهد، فمش بعيد ان شاء الله يكون مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى بالبدايه خالص ان احنا نكون متواجدين في كاس العالم للانديه، وممكن تكون مكافاه اكبر زميلي احمد ان انت تقدر بمشيئه الله تتخطى على فريق كبير جدا، لو كنا في يومنا او هنبقى في يومنا ان شاء الله ربنا يكون معانا باذن ان شاء الله. خليني كريم، احنا يمكن ما فاتش اسبوع على بدايه البطوله، ورغم كده وبالتاكيد طبعا بما انك مرافق للبعثه في تحركاتها وفي رحلاتها، نتكلم على عدد كبير جدا من ساعات السفر بدايه من رحله القاهره للمغرب في البدايه، ثم التحرك من تطوان لطنجة ومن طنجة للرباط. في خلال ده خدت مباراتين في غايه القوه وفي غايه الصعوبه امام اوكلاند في البدايه، ثم بعد كده سياتل ساوندرز. ازاي بتشوف تاثير ده وحاله الاجهاد عموما على اللاعبين قبل مواجهه الريال؟ مجهود كبير جدا، ويمكن قلنا يمكن من اصعب السفريات فيها التنقلات الحقيقه لفريق النادي الاهلي على خلال مشاركاته الكثيره جدا في كاس العالم للانديه، لكن الدور الكبير جدا للجهاز الطبي اللي بيقوم بيه الحقيقه عشان يقدر ان هو يوصل لاعبي النادي الاهلي ان هي ترجع بريكفري كبير جدا، بيحاول ان هو بشكل كبير يكون في تدليك، يكون في جلسات، يكون في راحه، يكون في جرعات تدريبيه لبعض من اللاعبين. انت عارف زميلي احمد القياسات المميزه جدا الحقيقه والملف الطبي الرائع للنادي الاهلي الحقيقه بدا بيه هذا الموسم، وصل الجهاز الفني والجهاز الطبي ان انت تقدر تدي جرعات تدريبيه محدده لبعض اللاعبين، تدي فقرات تدريبيه بسيطه جدا حتى في المباريات
بعض الناس ممكن تتساءل على لعيب او ليه مش موجود. لا، الامور كلها امور طبيه، الامور الفنيه الحقيقه بنشوفها، بنشوف تالق حسين الشحات، بنشوف عدد من لاعبي النادي الاهلي، لكن التاني مهم جدا لان احنا على المدى البعيد عايزين نوصل بمشيئه الله لاخر نقطه في هذه البطوله. فيمكن الحمد لله الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير، مجهود طبعا بالتاكيد على لاعبي النادي الاهلي، لكن الرغبه مهمه جدا وانكار الذات مهم جدا والتضحيات في هذه اللحظه. لعيبه النادي الاهلي مش هنقول بتتحامل على نفسها، لكن هي عارفه ان في حمل كبير جدا على كتافها هو جمهور النادي الاهلي. فبمشيئه الله ان شاء الله تكون كل دي دوافع، بنشوف في التدريبات، بنشوف الحماس، بنشوف الحفاظ على بعض، وده امر مهم جدا لان الكل عايز يكون متواجد، كل واحد عايز يكون متواجد في التشكيل الرئيسي، لا يكون متواجد اللي هيكون على الدكه زي ما بنقول في كل مره زميلي احمد، كل واحد قلبه على قلب الثاني. توفيق ربنا يكون معانا بمشيئه الله ان شاء الله، ويستطيع النادي الاهلي ان يصنع المستحيل. لو النادي الاهلي ما كسرش المستحيل مين هيقدر يكسره؟ طيب خليني اروح معاك لحاله الجو في الرباط، هل هي مختلفه عن طنجه وعن مدينه تطوان؟ واكلم معاك كمان على الملعب، هل هيسمح للنادي الاهلي غدا بمشيئه الله انه يجري ميرانو الرئيسي على ملعب المباراه في الرباط، ولا الامور هتستمر زي ما كانت من بدايه البطوله؟ يعني هبدا معاك بالطقس. الحقيقه يعني شفنا طقس عجيب جدا الحقيقه في طبعا تطوان وايضا كمان في طنجه، لكن الحقيقه الطقس اكثر من رائع هنا في الرباط. شمس موجوده، مفيش بروده، يمكن الليل فيه بروده شويه، لكن طقس مميز جدا جدا جدا، في اختلاف كبير عن الايام الماضيه من خلال تنقلاتنا. ملعب مولاي عبد الله، يمكن غدا بمشيئه الله يكون المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني. يعني طبعا يعني الاوبشن اللي محطوط من الفيفا ان انت تدوس على ارض الملعب بالنسبه للجهاز الفني فقط لا غير. فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون فرصه غدا لعيبه النادي الاهلي تكون متواجده في الملعب لاداء التدريب الرئيسي على الملعب الفرعي وليس الملعب الرئيسي. فبنتمنى عقب انتهاء حتى التدريب يكونوا ياخدوا جوله سريعه جدا في ارض الملعب، يتفقدوا ارضيه الملعب، لان امر مهم جدا. الجهاز الفني بيدي ريبورت عن ارضيه الملعب، لكن اللعيب مهم ان هو يشوف ارضيه الملعب، لكن ارضيه الملعب حاجه اكثر من رائعه، لكن بالعين اللي تحاول تشوف الملعب واسع، ممكن تشوف المدرج عباره عن ايه، بتبقى مهمه جدا لعيب النادي الاهلي يشوف ارض الملعب على ارض الواقع. لكن مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف، لعيبتنا رجاله ان شاء الله باذن الله، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون توفيق معاهم، والنادي الاهلي بمشيئه الله يكون يوم نصر على كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. خليني سؤالي الاخير ليك يا كريم متعلق بالحضور الجماهيري ومعلوماتنا. طبعا انت بتتكلم على ناديين كبار جدا، النادي الاكبر في افريقيا والنادي الاكبر في اوروبا، وانا عارف كمان انه الريال ليه جماهيريه كبيره جدا في المغرب. معلوماتنا بتقول انه تذاكر المباراه نفذت بالكامل، والسؤال هنا اذا كان في ناس بتتحرك من مصر او في بعض الرحلات اللي هتاخد بعض مشجعين النادي الاهلي، هل في اي حل او فكره حجز اونلاين او اي منفذ بحيث ان هم يقدروا يحصلوا على تذاكر مباراه الحضور في الملعب؟ يعني هأكد عليك اللي فعلا بالفعل نفذت التذاكر بالكامل، لكن عايز اقول لك يعني ممكن يكون في صعوبه الحقيقه القادم من القاهره يكون في تذاكر، لان خلاص مجرد وضع السيستم طبعا او التذاكر نزلت على السيستم اقل من ساعه كل التذاكر انتهت، لان القيمه كبيره جدا الحقيقه النادي الاهلي بقيمته الكبيره وتاريخه، وايضا كمان فريق ريال مدريد بعظمته الكبيره جدا وتاريخه. فعشان كده هتكون مباراه بيشاهدها العالم كله. انا باكد لك زميلي احمد انت هتشوف مظهر رائع وشكل رائع جدا في استاد مولاي عبد الله، وده التاكيدات اللي بتجينا من اشقائنا المغاربه، لكن بنامل ان شاء الله يكون في بعض الحلول 60,000 وممكن تشوف اكتر من كده كمان، لان يعني المشاركه والدعم الكبير جدا اللي بيقوم بيه اشقائنا المغاربه الحقيقه يعني حاجه رائعه ومميزه جدا. يا رب تكلل بالنجاح ان شاء الله ويكون يوم عظيم على كل جمهور النادي الاهلي. اللي نتمناه انه اغلبيه الحضور تبقى مسانده وبتشجع النادي الاهلي، لان انا عارف المغرب طبعا في جمهور كبير وقاعده جماهيريه عريضه لريال مدريد، نتمنى بس انه الاغلبيه والمسانده تكون في صالح النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد من مدينه الرباط في المغرب، دي اخبار بعثتنا هناك. وبمناسبه الحضور الجماهيري خليني اقول لكم حاجه، يعني يمكن يكون توقع، يعني مش عايز اسبق الاحداث، لكن ويمكن حتى في بعض الانترفيوهات اللي عملناها في السادسه من قبل بدايه البطوله، ولما سالنا اذا ما وصل الاهلي لمواجهه الريال، وهو طبعا في الوقت ده قبل بدايه البطوله كان بعيد كل البعد عن مشوار الوداد المغربي، ايه هيكون موقف الجماهير المغربيه؟ انقسمت الاراء، في ناس كتير قوي قالت انه الريال بيتمتع بجماهيريه وقاعده شعبيه كبيره جدا في المغرب، وبالتالي جماهير الريال في المغرب هتكون حريصة على الحضور معاه ومساندته أيا كان المنافس. يمكن تكون العروض اللي قدمها النادي الأهلي تغير من ده، يمكن يكون خروج الوداد وبما أنه الأهلي هو ممثل قارة أفريقيا تغير من ده، لكن في النهاية مش عايزين نزعل لو شفنا جماهير مغربية بتشجع ريال مدريد في مواجهة الأهلي. في النهاية الكرة في ملعب اللعيبة، أنا بشوف أنه الكرة في ملعبنا، والظروف مش هتكون أبدا 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 أفضل من الظروف اللي هنواجه فيها ريال مدريد في مباراة
يوم الأربع اللي جاي. هنتكلم على المباراة، هنتكلم على الغيابات، هنتكلم على رؤية مستر كولر على مدار الحلقة. بس خلينا قبل ما نبدأ وندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا. Strikers will relish their confrontations with Senor Nadal this summer in England. Nadal has 29 caps, and when he comes forward, he's a real threat in the air. He's proved that on more than one occasion. But does Nadal feel that the long, hard Spanish season will affect the team in the summer? By deflecting the ball into his own net. But Barcelona had the last say with a Giovanni winner. Just repeating the full-time score, Barcelona 3, Real Madrid 2. ده ميغيل أنخيل نادال، نجم من نجوم برشلونة السابقين ومنتخب أسبانيا، وكان يمكن في فترة قضاها في ريال مايوركا. حبينا نتكلم معه أكتر على قصة كأس العالم ومواجهة المصرية الأسبانية، مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد، وخصوصا طبعا بما انه كان نجم سابق في ريال مايوركا، ودي المباراه الاخيره اللي لعبها ريال وخسرها بنتيجه 1-0. وايضا طبعا واحد من نجوم برشلونه، وبرشلونه الحقيقه يمكن في مباراته في كاس سوبر الاسباني امام الريال اظهر كتير من نقاط الضعف في ريال مدريد. حبينا نتكلم قوي معاه عن فكره المواجهه وعن حاله الريال وعن الغيابات اللي ممكن او قد تكون مؤثره في صفوف الريال في المباراة اللي جاية، وخصوصا طبعا انك بتتكلم مش بس على نجوم مؤثرة، بالتأكيد نادي بحجم ريال مدريد كل لاعبته سواء اللي بيظهروا معاه بشكل أساسي أو اللي حتى موجودين في يعني على دكة الاحتياطي، هم بالتأكيد لعيبة على مستوى عالي جدا. وبالتالي حتى في ظل غياب الأسماء اللي أنا اتكلمت عليها زي ميليتاو، زي فاسكيز، زي مندي، زي كورتوا طبعا وبنزيما، بالتأكيد اللعيبة التانية مش هتكون مباراة بالنسبة لنا سهلة، يعني احنا مش في نزهة عشان الانطباع ده ما يجيش، لكن خلينا نقول انها فرصة مش هتتكرر، يعني فرصة او ظرف مناسب جدا لانك انت تقابل ريال مدريد في مباراة رسمية، وبالتالي الكفتين يقربوا شوية من بعض. بالمناسبة ميغيل أنخيل نادال كمان هو عم طبعا رافا نادال، طبعا أسطورة التنس الإسبانية، واحد من أهم الأسماء اللي حصلت في يعني رياضة التنس في العشرين سنة يمكن الأخيرة. وكانت المفارقه الحقيقه انه على الرغم من انه طبعا ميغيل أنخيل نادال كان واحد من نجوم البارسا، لكن طبعا نادال الصغير او رافا نادال طبعا مشجع معروف طبعا للريال، وكان يمكن صديق مقرب كنا بنشوفه كتير قوي في الملعب اثناء فتره وجود رونالدو. دي صور طبعا بتجمع ميغيل أنخيل نادال مع رافا نادال في تتويجه بالقاب بطولات طبعا الجراند سلام. عايز اقول لكم نقطتين مهمين جدا فيما يتعلق طبعا بشكل ريال مدريد والرؤية الموضوعية لكيفية إيقاف خطورة ريال حتى رغم الغيابات، لأنه رغم غيابات الريال محدش يقدر ينكر أنه لعيبة زي رودريجو اللي هيحل محل بنزيما في الملعب زي ما شفنا حتى في سيناريو مباراة رايو فاليكانو أو ريال مايوركا عفوا، وفينيسي جونيور واحد من أخطر الأجنحة على مستوى العالم، لوكا مودريتش من موسمين أو ثلاثة بالكثير كان أفضل لاعبي العالم وما زال الحقيقة، يعني اللي شاف المونديال وشاف ماتشات كرواتيا في المونديال الاخير يعرف قد ايه انه ما زال رغم تقدمه في السن لوكا مودريتش واحد من امهر اللعيبه وصناع اللعب وقائد فريق بكل ما تحمله الكلمه من معاني. طبعا دي اعتقد لقطات من مواجهه الريال والاهلي 2001 في استاد القاهره، المباراه التاريخيه اللي ما بننساهاش ابدا واللي فاز فيها الاهلي على افضل نسخه من نسخ ريال مدريد، بتتكلم على اساطير على منتخب العالم، بتتكلم على الجالاكتيكوس، بتتكلم على زين الدين زيدان ولويس فيجو وراؤول جونزاليس وروبرتو كارلوس وفرناندو هييرو وايكر كاسياس وغيرهم من النجوم. واستطاعت طبعا كتيبه الاهلي في التوقيت ده انها تفوز بالمباراه بنتيجه 1-0، الاسيست الاكثر من رائع من الكابيتانو حسام غالي، والتسجيل كان للنيجيري ساندية وليسيل اللي ما بنفتكرلوش يمكن حاجه في الاهلي غير الجون ده، لكنه طبعا يظل ذكرى لن تمحى من ذاكره الاهلاويه كلهم في المباراه. خليني اقول لكم كمان انه يمكن كارلو انشيلوتي مشغول شويه، ويمكن دي نقطه برضو من النقاط اللي ممكن تفرق معانا شويه، لانه خد بالك بعد بطوله كاس العالم الريال عنده مواجهه مهمه جدا في الشامبيونز ليج. بداية الريال بيواجه موسم صعب جدا سواء على مستوى المنافسة على مستوى الليجا، البارسا فايق جدا ومصدر الضغط والتوتر كله لفريق ريال مدريد، ويبدو كده انه
الليجا في طريقها الى كاتالونيا. ده يغير ازاي او يؤثر ازاي في تفكير انشيلوتي انه يركز اكتر شويه في فرصته في الحفاظ على لقب بطوله دوري الابطال في اوروبا، وبالتالي ما عندوش وسيله تانية غير انه يواصل مشواره الاوروبي بنجاح. ياثر ازاي ده برضو؟ ياثر على مستويين، واحد نسبه التركيز على بطوله كاس العالم هتقل شويه لانه عنده مواجهه صعبه جدا بعد بطوله كاس العالم مباشره مع مين؟ مع ليفربول اللي ما عندوش حاجه الموسم ده يبكي عليها. نمره اتنين تاثر عليه في قصه الحفاظ على نجومه الموجودين، لانه مع تعدد الاصابات بيبقى عندك تخوف كبير جدا من فكره انه لاعب تاني يصاب، او انك انت تغامر في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه بنجم كبير تخسره في مشوارك في الشامبيونز ليج. وبالتالي القصه دي كلها طبعا هتكون محل تفكير وحسابات ممكن تاثر شويه على طريقه لعب او مشاركه ريال مدريد في البطوله. ويكفينا الحقيقه، يكفيني انا بشوف انه اكتر اثنين او اهم اثنين في ريال مدريد في الفتره الاخيره وفي السيزون الاخير، ومش هبالغ لو قلت ان هم كانوا سبب رئيسي في فوز الريال في موسم كان فيه مش الافضل، يعني خلينا نعترف كان موسم مش الافضل، هم بنزيما و تيبو كورتوا حارس المرمى. غياب الاثنين دول اعتقد قوه ضاربه ما حدش يقدر ينكرها ولا ينكر تاثيرها ابدا على فريق الريال. طيب نروح لميجال انخيل نادال معانا مره تانية فيديو كول او فيديو كونفرنس نتكلم معاه طبعا، واحنا بنتكلم على اللقاء المنتظر. طبعا بدايه طبعا بشكرك على مشاركتك معانا ميجال انخيل نادال، واهلا بيك على شاشه الاهلي، اهلا بيك في السادسه. شرف لي ان اتواجد معكم، شكرا. يعني بداية خليني أعرف إزاي بتبصوا لمشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الحالية اللي تستضيفها المغرب، رؤيتك أنت شخصيا لمواجهة الريال في ظل غيابات متعددة لأعمدة الفريق الأساسية في الفترة الأخيرة في مواجهة الأهلي المصري المعتاد دايما على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ريال مدريد يعرف أن أجندة المباريات مكتظة بالغاية، ولهذا فإن المونديال بطولة كأس العالم للأندية والبطولات المتتالية والإصابات العديدة في صفوفه، هو يدرك هذا الأمر. الريال يعاني من الإصابات الكثيرة، ولكن أعتقد أن ريال مدريد يمتلك قائمة بطبيعة الحال قائمة قوية، ويمتلك العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم أن يأخذوا المباريات المتتالية، وهو دائما منافس صعب لأي فريق. يمكن بما أنك كنت واحد من نجوم برشلونة ونجوم ريال مايوركا في السابق، خليني أقف مع المباراتين دول، مباراة السوبر الإسباني اللي فاز فيها برشلونة بقيادة تشابي بنتيجة 3-1، ومباراة ريال مايوركا اللي انتهت في الليجا بنتيجة 1-0. هل المباراتين دول بتشوف إن هم كشفوا أو وضحوا بشكل أو بآخر كتير من نقاط الضعف في فريق ريال مدريد؟ هل أكدوا على فكرة معاناة الريال في الفترة الحالية؟ لا، أعتقد أن ريال مدريد عندما ينافس والتطلعات الكبيرة التي يدخل بها في كل مباراة ويقدم بنسبة 100% من المستوى، المباريات بالطبع ليست سهلة، ولكن ريال مدريد لم يكن سيئا في مباراة مايوركا التي خسرها بهدف، ولهذا وفي المباراة التي سبقتها أمام فالنسيا الريال قدم مباراة طيبة للغاية وفاز بها، ولهذا أعتقد أنه مع مرور المباريات في البطولة سيعود مرة أخرى وينافس على اللقب مع توالي المباريات، باستثناء مباراة كأس السوبر أمام برشلونة وباستثناء مباراة مايوركا التي خسرها.
أعتقد أن ريال مدريد قادر على المنافسة، ولكن الأقرب بالطبع برشلونة. معظم الصحف الإسبانية يمكن اتكلمت على عدد من الغيابات اللي قد تكون مؤثرة على يعني فريق ريال مدريد في مشاركته في بطولة كأس العالم، غيابات لميليتاو، لكورتوا، لبنزيما، لوكاس فاسكيز، أعتقد كمان يمكن مندي الظهير الأيسر. هل بتشوف أنه البدلاء قادرين على تعويض الأسماء الكبيرة اللي شاركت مع ريال أو نجحت مع ريال في التتويج بلقب الشامبيونز ليج؟ هل هم على نفس المستوى؟ الواضح لي هو أن تعويض هذه الغيابات هو أمر صعب، ولكن ليس بالطبع أن تمتلك قائمة كاملة من اللاعبين هو أمر مثالي لأي فريق، ولكن ريال مدريد بطبيعة الحال ريال مدريد يعاني من غيابات مؤثرة للغاية، ومن الطبيعي أن يتذبذب مستوى الفريق ويتراجع قليلا بسبب هذه الغيابات الكبيرة، ولهذا أعتقد أنه من الواضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك فوارق في المستوى بسبب هذه الغيابات، ولكن الفريق عليه أن يخوض المباريات وينافس على الألقاب مع البرشلونة. هو أنت كأسباني هتميل أكتر أنك أنت تشجع ريال مدريد، ولا كبرشلوني تتمنى خسارة الريال قدام الأهلي؟ لا، أنا محب للرياضة بطبيعة الحال، أريد أن يفوز الأفضل، الفريق الأفضل يفوز في الملعب. أنا لعبت في برشلونة، ولكني لست معادي للريال بطبيعة الحال بما أنني لعبت لبرشلونة. أتمنى أن يقدم بطبيعة الحال مباراة طيبة، وأعتقد ولكني أعتقد أنه من الرياضة بالنسبة للرياضة الإسبانية النتيجة مهمة للريال وللفريق. ولكني بما أني إسباني أتمنى فوز ريال مدريد، ولكن إذا كان المنافس أفضل فسنحييه على الفوز. خليني أسألك، يبدو كمان أن العيلة عندك منقسمة، يعني بما أنك كنت واحد من نجوم البارسا، أنا عارف أنك أنت يمكن عم طبعا نجم التنس العالمي رافا نادال، والمعروف عن نادال أنه مشجع لريال مدريد، إزاي ده حصل وإزاي ما أقنعتوش أنه يشجع برشلونة؟ منذ الصغر كان هو كان محب للمدريد، كان من الصعب أن يتأقلم على هذا التغير. هو من الصغر كان محب لكرة القدم ومحب لريال مدريد. أعتقد أن الأهم هو أن المشجع يشعر بالحب لناديه، وبعد ذلك يأتي هناك العلاقة الطيبة بين المنافسين والاحترام. بكل تأكيد هو استمتع كثيرا بطبيعة الحال بتشجيعه لريال مدريد وبفوز ريال مدريد، وهناك أيضا أعضاء في العائلة يشجعون البرشلونة، وهذا أمر طبيعي في أي يعني منزل. ياريت توصلوا تحياتنا، لأنه زي ما في كتير من جماهير الكرة في مصر بتعشق برشلونة وبتستمتع بالكرة اللي بيقدمها برشلونة، ما عنديش شك أنه رافا نادال واحد من أكتر نجوم التنس في العالم اللي ليهم شعبية كبيرة هنا في مصر، فتحياتنا ليه طبعا من خلال شاشة الأهلي. أروح معك لبرشلونة وموسم أكتر من رائع بيقدمه البارسا الموسم ده مع تشابي، هل عاد برشلونة على طريق الصحيح، وهل تتوقع أن الموسم ده يكون موسم التتويجات بالنسبة للبارسا سواء على مستوى الليغا في أسبانيا أو على مستوى اليوروبا ليج؟ برشلونة
كنادي أعتقد أن الأمور أن هذا العام أنه يمتلك قائمة ممتازة والتطلعات شيئا فشيئا بالمنافسة على البطولات أعتقد أنه يقدم أداء مذهل وهناك تناغم بين اللاعبين وبين تشافي وحتى الآن أعتقد أنه الأحق بالليغا وهو يتصدر الليغا بفارق عن الريال يتصدر بفارق 8 نقاط عن الريال يسجل الكثير من الأهداف ويستقبل أهدافا أقل وهذا يتحدث عن العمل الذي يقوم به الفريق سواء المدرب أو اللاعبين وأعتقد أن الألقاب ستأتي مرة أخرى لبرشلونة هذا العام نعم هو ودع دوري الأبطال ولكني أعتقد أنه هي بالطبع بطولة كبيرة وهي البطولة الأهم لأي فريق في الموسم ولكن بالحديث عن الألقاب الأخرى أعتقد أن برشلونة حتى الوقت الحالي هو قادر على المنافسة وتدريجيا المستوى يتطور مع هذه القائمة من اللاعبين ومتأكد أن الفريق في النهاية سيتوج مجهوده وبالنسبة للليغا طبعا هو المتصدر وأعتقد أنه سيفوز بالليغا. مباراة ينتظرها كل عشاق الكرة وخصوصا أنها مباراة كانت ممكن تليق بأنها تكون نهائي دوري أبطال أوروبا وهي مباراة اليونايتد وهو الحقيقة في الموسم الحالي أيضا من الفرق اللي استطاعت أنها تستعيد توازنها بشكل كبير واحد من عمالقة أوروبا طبعا وبرشلونة الحقيقة اللي رجع واستعاد توازنه أيضا مع تشابي إزاي بتشوف المباراة ومين الأقرب في للتأهل من مباراة أو مواجهة اليونايتد والبارسا سي Sí, el Manchester. Bueno, creo que los dos han pasado. أعتقد أن الفريقان مر بمواقف مختلفة بين قوسين مواقف كارثية. كان الفريقان وجد صعوبات كبيرة للخروج من هذا من هذه الأزمات بالنسبة لمانشستر في إنجلترا. هذا العام لاحظنا هناك تحسن في النتائج وفي الآونة الأخيرة الفريقان يقدمان مباريات طيبة ونتائج طيبة وبالنسبة لبرشلونة ومانشستر يونايتد هناك تحسن واضح في الفريقين ولهذا أعتقد أن المباراة ستكون صعبة بطبيعة الحال وأعتقد أن برشلونة يمتلك أفضلية طفيفة على ريال على مانشستر يونايتد ولكن لا يمكنني أن أقول لك لا يمكن أن تتوقع في هذه المباريات المرشح أي منهما المرشح الأبرز للفوز بالطبع برشلونة يمتلك أفضلية وأنا أتمنى فوز برشلونة ولكن مانشستر يونايتد منافس قوي وفي هذا المستوى من المباريات الأمور لا تكون محسومة في كلام إذا كان يمكن الريال اقترب إلى حد كبير من أنه يجيب النجم الفرنسي كيليان امبابي الموسم المقبل في تقارير بتقول كده أنه في اتفاق أنه الموسم اللي جاي كيليان امبابي يكون في ريال مدريد هل تتوقع أنه على البارسا وإدارة برشلونة أنها تعمل صفقة على نفس المستوى ومين النجم اللي تتمنى تشوفه في فريق برشلونة هذا الأمر يتوقف على الموقف الاقتصادي والمالي للنادي بالطبع وفقا للنفقات التي سينفقها المدريد الريال من أجل أن يضم صفقة مختلفة من المحتمل أننا نتحدث عن لاعب قابل للتطور أكثر في هذه الفترة وأرى أن التعاقد مع مبابي سيكون مكلف بالطبع
ولكن بكل تأكيد هو صفقة محترمة، صفقة ذات عيار ثقيل. مبابي في باريس سان جيرمان يقدم مستوى رائع ومذهل، وبكل تأكيد هو لاعب يستطيع أن يلعب في البرشلونة أو في الريال. سؤالي الأخير مرتبط أكتر بالمنتخب الإسباني. إزاي شفت تجربته أو إزاي شفت مشواره وخروجه المبكر على إيد المنتخب المغربي في مشوار في كأس العالم، وإزاي بتقيم تجربة لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني؟ فيما يتعلق بالمونديال بكأس العالم، الأمر كان مفاجئا بالنسبة لي، الخروج بهذه الطريقة، القوة التي تمتلكها المنتخبات الأفريقية كان من قبيل أو من قبيل المفاجأة هو أن يخرج المنتخب على يد المغرب، ولكني أرى أن المنتخب افتقد لنوع من الخبرة بوجود العديد من اللاعبين الصغار. هناك مواقف عديدة المنتخب مر بها، وفي بطولة مثل هذه إذا لم تقدم أفضل ما لديك في المباراة فمن الطبيعي ومن المتوقع أن تخرج. من الممكن أن تحافظ على أسلوب كرة القدم، ولكن هناك بعض الأحيان يجب أن تغير من أسلوب اللعب وطريقة اللعب بالنظر للمنافس التي تواجهه، وهذا ما كان يجب أن نفعله أمام المغرب فيما يتعلق بالتخطيط للمباراة ومسار المباراة في حد ذاتها. المنتخب بدأ بشكل جيد في البطولة، ولكن عندما بدأت تكون هناك المساحات فالأمور لم تكن جيدة. وأعتقد بشكل مبدئي فيما يتعلق بلويس إنريكي استطاع أن يكون منتخب جيد للغاية، وغير العديد من الأسماء وضخ الكثير من الدماء الجديدة من اللاعبين الشباب، وأعتقد أن المستقبل لهذا الجيل، المستقبل في السنوات المقبلة سيكون لهؤلاء اللاعبين. ولكن النهاية لم تكن كما توقعنا وكما كنا ننتظر. البطولة كأس العالم هي بطولة تحمل كل المفاجآت وكل الاحتمالات. ميغيل أنخيل نادال، بشكرك شكرا جزيلا، وما تنساش رسالتنا لرافائيل نادال نجم التنس الإسباني طبعا العالمي، وكل التحية ليك ولجماهير برشلونة وللاعبي برشلونة ولتشابي الحقيقة اللي رجع البارسا اللي احنا نعرفها مرة تانية واحدة من أكتر الفرق إمتاعا على مستوى العالم. فاصل ونرجع نكمل كلامنا ومشوارنا في بطولة المونديال ولقائنا أمام ريال مدريد مع نجم حلقتنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح. طبعا دي لقطات من داخل الفندق إقامة النادي الأهلي، وبالتأكيد طبعا يعني كل أعضاء مجلس الإدارة في مقدمتهم كابتن محمود الخطيب سفير مصر في المعالي السفير الحقيقة، يعني كابتن محمود الخطيب أينما حال خير سفير وخير ممثل للرياضة المصرية ولكرة القدم المصرية، دايما محل تقدير ودايما محل احترام دايما محل ترحاب، وده دور الدبلوماسية، يعني الدبلوماسية مش بس سياسية ومش بس الخارجية المصرية، لكن كمان الدبلوماسية الرياضية والثقافية ممكن تكون كمان في نفس المستوى من التأثير والفعالية. خليني أرجع لمشاركة الأهلي في المونديال، وأنا يمكن كنت بتكلم مع كابتن أشرف في الفاصل كنت بقول قد إيه المكاسب كبيرة جدا. النهاردة خليني أقول لك إنه كان في دبلومة بينظمها الفيفا على هامش البطولة ومشاركة عدد كبير من الأندية العالمية، حتى منها اللي مش مشارك في البطولة نفسها أشرف، زي يوفنتوس، زي ليفربول، زي أياكس أمستردام، وشارك فيها النادي الأهلي يمثله فيها خالد مرتجي أمين الصندوق ومنسق بعثة الأهلي في المغرب في المونديال. اتكلم فيها عن تجربة النادي الأهلي في أكتر من ملف،
هنتكلم فيها على بدايه طبعا على تاريخ النادي الاهلي وازاي تحول نشاط الكره فيه من رياضه للاحتراف، اعاده هيكله قطاعات كره القدم، وخصوصا طبعا انت عارف النادي بيرعى مش بس يعني في انديه من دول انديه كره القدم فقط لا غير، لكن الاهلي عنده 16 لعبه ثانيه غير لعبه كره القدم. اتكلم فيها على شركه الاهلي كره القدم وانها تم فصل امور النشاط الكره عن النشاط الاجتماعي، خصوصا مع التوسع الكبير اللي بيحصل في افرع النادي الاهلي. اتكلم على 4 افرع رئيسيه والنشاط الاجتماعي اللي بيقوم بيه النادي، اتكلم على التطور في البنيه التحتيه، اتكلم على المشروعات وعلى رؤيه مجلس الاداره زي استاد كره القدم الخاص بالنادي الاهلي واللي بدا في خطوات تنفيذيه. وكانت التجربه الحقيقه محل استحسان مش بس مسؤولين في الفيفا، حتى كمان من الانديه الكبيره دي. احنا بنتكلم على انديه كبيره وانديه يعني طبعا تاريخيه في اوروبا زي ليفر وزي يوفنتوس، ابطال دوري ابطال، مش انديه صغيره. وبالتالي كانت التجربه الحقيقه محل استحسان من الجميع. تداعيات اعتقد دي تداعيات بطوله كاس العالم للانديه، واستغلوا الفرصه للمنتدى ده او أيوة للمؤتمر ده. واعتقد تواجد النادي الاهلي مهم جدا، لانه يعني انا بعتبر النادي الاهلي، ودي حقيقه يعني، النادي الاهلي هو يعني سفير الكره الافريقيه والعربيه في مونديال الانديه، وبالتالي قاعده كبيره جدا جدا جماهيريه، ولابد ان الانديه الاخرى، اعتقد ان ده اللي استفادت بعض الانديه الاخرى من تجارب الانديه الكبيره اللي عندها علم واداره وبتدير هذا الموضوع من خلال علم، مش بس تجارب عشوائيه، ولكن من خلال علم في الاداره وعلم واستراتيجيه معينه في وبلان وتخطيط واضح عشان تقدر تستمر. زي ما بقول دايما، مش سهل جدا انك تاخد بطوله، ولكن الصعب جدا انك تستمر على منصات التتويج سنوات وسنوات طويله جدا جدا. اعتقد ان مهم جدا جدا ان حتى الانديه اللي احنا بنتكلم عليها، انديه زي ليفربول وزي يوفنتوس وزي اياكس، هتلاقي ليهم دايما ابس اند داونز، يعني في فترات بيبقى في كبوات تستمر مواسم طويله جدا عشان يقدروا يقوموا ويرجعوا مره ثانيه للمنافسه. صحيح. ارجع لماتش الريال، شايف المواجهه دي ازاي؟ وايه اللي لينا وايه اللي علينا؟ يعني ايه اللي انت شايف انه مش في مصلحتنا وممكن لازم نعمل له حساب او نتعامل معاه بشكل من الاشكال، بعيدا عن 90 دقيقه، بتكلم على مقدمات ما قبل المباراه، وايه اللي علينا ممكن يخلي كفتنا ارجح في المباراه. طيب اضيف نقطه بس للمؤتمر السابق ده، انه استراتيجيه النادي الاهلي دائما وابدا موجوده في انه مش واحد بس هو اللي بيشتغل، مش كابتن محمود الخطيب هو بس اللي موجود. أي. لا، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين ومتواجدين بشكل عملي، كل واحد ليه دور في الاداره. النجاح ده مش ممكن ابدا يقوم بفرده، يعني مهما كانت امكانياته ومهما كانت عبقريته، بالتاكيد المنظومه دي قايمه على طبعا مؤسسات وعلى ادارات وعلى كفاءات كبيره جدا. لازم نوضحه للناس، لان يعني هي دي استراتيجيه دايما النادي الاهلي ونجاحاته. يعني صحيح، وده يحسب في النهايه للتوب مانجمنت طبعا، يعني يحسب للاداره. هي سياسه عامه احنا ماشيين عليها داخل النادي الاهلي، وده علم في الاداره، مش بنشتغل بشكل عشوائي يعني. صحيح. طيب نروح لمباراه النهارده. طبعا مباراه الاربعاء، مباراه بكره ان شاء الله، بعد بكره النهارده الاثنين. النهارده الاثنين. طيب الوقت الحلو بيجي بسرعه. الوقت الحلو بيجي بسرعه، يمكن عشان مستعجل المباراه. كلنا مستعجلين بصراحه. هي البطوله عدت بسرعه فعلا جدا. انا مش متخيل ان احنا من اسبوع كنا بنقول يلا هنبدا كاس العالم. يعني مقدمات او دايما بقول ان المعطيات دايما بتدي نتائج يا احمد. يعني انت عندك الفترات اللي فاتت التوهج، عندك عوده سريعه للنتائج والاداء في بطوله الدوري والكاس واستعداداتك لبطوله كاس العالم. ليه بتفكرني بدوري دلوقتي؟ يعني احنا في مونديال، وبقول لك ريال مدريد وفلامينجو وساتل ساوندرز. لازم نتكلم دايما. دوري يعني ليه بتفكرني بالدوري؟ الناس مبسوطه بتضايقها ليه؟ الحمد لله كمان احنا في الدوري الحمد لله ماشيين، يعني حتى احنا متاخرين ماتشين ولسه متصدرين. والزمالك بيقولوا خسران 3 النهارده، اعتقد كده. كان 2 قبل ما ادخل يمكن. لا، دخل الثالث دلوقتي. يعني المنافسين كمان بيترنحوا. فاذا انت الحمد لله ماشي بشكل جيد في كل البطولات وعلى مستوى كل البطولات. مستر كولر والجهاز الفني الفترات اللي فاتت، الحقيقه احمد انا يعني معجب جدا 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 بطريقه تفكيرهم وطريقه تنفيذ فكرهم، ومعجب اكتر الحقيقه باداء اللاعبين وتنفيذهم لفكر الجهاز الفني، لانه واضح جدا جدا داخل الملعب. يعني اي حد قاعد بيتفرج على مباراه النادي الاهلي الفتره الاخيره هيشوف قد ايه التطور الكبير جدا جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي للاعبين. تطور قد ايه في خط وسط ملعب النادي الاهلي، ديانج والسوليه وحمدي فتحي،
وقد ايه كلمت انا وانت ان نفسنا من فترات طويله يعني من سنه او اتنين نفسنا ان يكون عندنا لاعبي وسط الملعب يتطوروا بالشكل ده في الشكل الهجومي. قد ايه اتطوروا الفتره الاخيره على المستوى الفردي ومستوى الجماعي كمان. عمليه ده شغل المدرب طبعا. التوازن اللي موجود ده ما بين انك يعني تلعب بالشكل الهجومي وترجع تدافع بالشكل الجماعي ده، لا في تطوير بشكل طيب. كبير جدا. خلينا ناخد نقطه نقطه وسريعا جدا، عايز التريك تراك عشان الحق اغطي معاك كل الموضوعات. واحد، الاهلي مسافر بدري عن الريال ورحلته كانت شاقه ومرهقه، يعني القاهره مغرب وصولا لتطوان في البدايه، ثم رحله من تطوان لطنجه، ثم رحله من طنجه للرباط، ده كل ده في بنتكلم في معدل اربع او خمس ايام. صحيح. خاض خلالهم مواجهتين صعبين، يعني فيهم مجهود بدني ظهر علينا بشكل كبير. اوكلاند يمكن يكون فنيا في فوارق بينه وبين الاهلي، لكن بدنيا فريق صعب، انا كنت حاسس انه قد ايه اللعيبه بتبذل مجهود كبير. نفس الحكايه سياتل ساوندرز اللي ارهقنا الحقيقه واستنزفنا بشكل كبير في الشوط الاول، ويمكن تراجع في الشوط الثاني وادانا فرصه صحيح. للسيطره. الحاله دي واحده من الحاجات اللي انا اعمل لها حساب او اللي انا احط لها ازاي اتعامل معاها، الارهاق البدني بالزبط. نتيجه السفر وانتقالات وفنادق وماتشات، يعني بتفرق كتير. ولكن انا شايف انه تعامل الجهاز الفني مع المباريتين تحديدا والروتيشن اللي حصل واراحه بعض اللاعبين في دقائق حتى لو 20 30 دقيقه او بياخد شوط وشوط تاني بيريح، التعامل ده ممكن يدينا ارتياحيه كبيره جدا في مباراه ريال مدريد ان شاء الله. ما تخافش منه يعني، مش قلقان منه، لانه الدوافع احيانا بتخليك بتديك باور او قوه بدنيه كبيره جدا جدا، يعني الدوافع الداخليه بتعوض ده بشكل كبير. واعتقد ان شاء الله ان لعيبتنا هيكونوا جاهزين باذن الله لمباراه ريال مدريد. الغيابات شايفها ازاي؟ وانا الغيابات دي كنت بتكلم امبارح مع كابتن رمضان، واحد ليها 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 وجهه نظر ايجابيه تقول لك انه اكيد طبعا الغيابات دي هتاثر سلبا على ريال مدريد. غيابات ريال مدريد الحمد لله احنا ان شاء الله ما عندناش غيابات، يعني لغايه اللحظه دي ست لاعبين اعتقد مهمين جدا، بتتكلم على بنزيما، بتتكلم على كورتوا، بتتكلم على لوكاس فاسكيز، بتتكلم على ايدر ميليتاو، بتتكلم على ماندي، واعتقد في لعيب سادس ميليتاو اعتقد هازارد كمان، بس هازارد مش يعني هو كده كده بعيد يعني. ولكن بتكلم على اربع خمس لاعبين بيلعبوا بشكل اساسي وكفايه كورتوا وبنزيما طبعا ومؤثرين بشكل كبير. يعني الفرق الكبيره بتاكيد هيكون لهم تاثير يعني، ولكن الفرق الكبيره يمكن اعتقد ان عندهم بعض الاسماء المهمه اللي يقدروا يعوضوا بعض الغيابات دي اللي كانت موجوده. ولكن طبعا الغيابات مؤثره جدا في مباراه النادي الاهلي. الناس بتتكلم في الناس سعيده جدا جدا احمد بغض النظر عن نتيجه المباراه، ولكن انت هتلاعب ريال مدريد في مباراه ما بين اهلي وريال مدريد في كاس عالم، سيمي فاينال كاس عالم انديه. الناس مش متخيله قد ايه انه ممكن النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله مع الاداء. التفاؤل اللي موجود في الشارع الرياضي المصري النهارده، وانا يمكن اول ما دخلت عليك قلت لك انا متفائل بغض النظر عن نتيجه المباراه، انا متفائل جدا جدا بنتيجه المباراه ان شاء الله. طبعا الغيابات دي هتاثر على ريال مدريد بشكل كبير. عارف الظروف، معلش الظروف اللي بتفكرني باوضاع مشابهه كده، ماتش مونتري في افتتاحيه مشوار كاس العالم السنه اللي فاتت، تقريبا خمس ست لاعبين اساسيين تقريبا ويمكن اكتر كمان، وكان الشعور عند جمهور النادي الاهلي نفس الحاله، اللي هو روحوا اعملوا اللي عليكم واحنا مش يعني احنا مش مستنيين، فاهم قصدي؟ الضغوط اللي موجوده دي وده خلى لعيبه الاهلي تعمل جيم في ظروف صعبه جدا، جيم ولا اروع ولا بالاضافه للنقص العددي في ريال مدريد، ظروف ريال مدريد الفتره الاخيره مش احسن حاجه. يعني خساره السوبر امام برشلونه، سوبر اسباني في الدوري، يمكن في اخر تسع مباريات خساره ثلاث مباريات اخرهم مباراه امبارح، فيعني الظروف كمان مش مهيئه قوي نفسيا. ولكن اعتقد ان ده هيحط عليهم عامل نفسي اكبر، لانك محتاج كمان انك خسرت السوبر، بطوله الدوري بعدت عنك كمان جدا جدا 8 نقاط ما بينه وبين برشلونه. أيوه. فانت محتاج دايما الانديه الكبيره دي بتبص للبطولات، عدد البطولات اللي حققتها خلال الموسم. عنده كمان يعني من حسن حظنا انه بعد كاس العالم عنده ماتش تقيل مع ليفربول في تشامبيونز ليج. صحيح. هيبقى واخد جزء من تفكيره اكيد وهو بيشارك في البطوله، وهيبقى في ظل الاصابات دي متخوف بشكل كبير جدا على بقيه النجوم. اكيد دوري ابطال اوروبا اكيد بالنسبه اهم طبعًا من طبعًا. كاس العالم. انا كنت بقول في اول حلقه انه بطوله كاس العالم للانديه هي ثاني اصعب واقوى بطوله بعد تشامبيونز ليج على مستوى العالم، يعني اوائل الفرق في كل في كل القارات افضل فرق يعني.
لا بتتكلم طبعا عندهم ضغوط كبيره جدا والضغوط عليهم اكتر من النادي الاهلي ولاعبتنا اعتقد في ارتياحيه اكتر، الظروف غير مهيئه عندهم، ظروف الاصابات وظروف الضغوط النفسيه اللي موجوده في اخر مباريات في الدوري او في السوبر او ظروف الغيابات، لا في ضغوط كتيره جدا جدا على ريال مدريد، ولكن لا ننكر ابدا ابدا ريال مدريد من افضل فرق العالم. يمتلكوا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين اللي الحقيقه هم افضل لاعبين في، انا شايف فينيسيوس مثلا من افضل اللاعبين في طبعًا العالم في الفتره هجي لك لعبتهم ومصادر الخطوره فيهم. لا عندهم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين مميزه في كل الخطوط، وبالتالي انت لازم تعمل حسابك انه المباراه دي لعبتنا بقى كلام على دور لعبتنا، المباراه دي مش بس للمتعه واخراج موهبتك بس، لا لازم يكون في اولا الشكل الجماعي والتنظيم الدفاعي والهجومي، البالانس اللي بيعمله مستر كولر الفتره الاخيره، التوازن ده مهم جدا جدا جدا، ولازم دوافعك في البدايه هي اني العب على الفوز، يعني مباراه من ضمن مباريات البطوله، وده مش انا دخلت مش معاك أبداً في 90 دقيقه شفت ان انا قاعد قدام الشاشه مش عيب ابدا يعني لا بالعكس كره القدم فيها كتير، كره القدم فيها يعني مفاجآت. اسم الريال يستدعي انك تغير من طريقه لعبك او من خطتك في مواجهته؟ احنا الفتره الاخيره بنلعب 4-3-3 واعتقد دي انسب طريقه في العالم دلوقتي مش بس في مصر، واعتقد ان هي اكتر طريقه بتدي لك توازن ما بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه. عندنا ثلاثه النهارده في وسط الملعب انا شايفهم من افضل اللاعبين في افريقيا مش في مصر بس. ما تفكرش مثلا في ماتش زي ده تلعب 3-4-3 يعني مثلا؟ انا بقول مثلا يعني خلي بالك الطريقه بتفرض نفسها لانك خلاص اتعودت وعلى لعيبتك اتعودت عليها، ولما تبقى الطريقه دي بتخدم ظروفك في المباراه او طريقه اداء كمان ريال مدريد، لان انت هم عندهم الاطراف قويه جدا فينيسيوس واسينسيو من الناحيه اليمين، وعندك وحتى رودريجو وفالفيردي الاثنين عندهم سرعات كمان سرعات وفالفيردي كمان تصويبات، يعني الكره الثانيه كمان مهمه جدا 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 في مباراه ريال مدريد، انك لازم تلعب على الكره الثانيه مش الكره الاولى بس، ما تفقدش الكره، ما بيبقاش في ميس باس، ما بيبقاش في الكره الثانيه لازم تلعب عليها علشان التصويبات اللي بتبقى موجوده خارج منطقه الجزاء. لا في خطوره، في مصادر خطوره كتيره جدا جدا في ريال مدريد، محتاج تركيز ال 90 دقيقه، محتاج انك تلعب من الكل من اجل النادي الاهلي في المباراه دي، محتاج تثبت ان فرقتنا من افضل الفرق في العالم مش بس كلام، الطريقه والتوازن ما بين الدفاع والهجوم في المباراه دي هيفرق كتير جدا جدا، وتعامل مستر كولر مع المباراه اكيد البدايات هتكون مهمه، والتشكيل مهم جدا جدا زي ما اتكلمت احمد انه هتلعب ازاي وبمين، مين اللي هيقدر يخدم طريقتك في محتاج ايه، بتفكر في ايه في ماتش زي ده، البدني اكتر ولا المهاري اكتر ولا التكتيكي اكتر؟ يعني تروح بصرف النظر عن الاسماء دلوقتي بتكلم على معايير اختيارك للسكواد اللي هيشترك في مباراه الريال، التكتيكي اكتر، التكتيكي بمعنى أكتر. انه لازم يكون عندي لاعب ملتزم تكتيكيا، لانه لو مهاري ومش ملتزم هيعمل لي فجوه سواء في وسط الملعب او في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه، لو حد بيلعب لنفسه او شوي شويه هيعمل لي مشكله كبيره جدا، لانه انت بتلعب فريق ما عندوش يعني ما بيلعبش بالشكل المهاري الكبير اللي يخليك تقول انه ريال مدريد ممكن يلعب مباراة دي للشهرة، لا ريال مدريد جاي يلعب مباراة دي عشان يكسب وعشان يوصل للفاينل وعشان ياخد البطولة، وبالتالي لا انت محتاج حد تكتيكي بشكل كبير جدا ينفذ لك فكرك، ينفذ بس النواحي الخططية اللي موجودة اللي هيقولها مستر كولر في النواحي الدفاعية تحديدا، واعتقد ان احنا عندنا لاعبين يقدروا ان شاء الله يطوروا من الناحية الدفاعية يقدروا يوصلوا للنواحي الهجومية بشكل يعني جيد. خليني اقول لك انه انا اعتبر برضو انه من حسن حظنا انه اللعيبه دي شاركت في 2 مونديال مع بعض، وفي الاثنين دول لعبوا فرق كبيره جدا، وحتى الفرق اللي خسرنا منها اعتقد بايرن ميونخ كانت المباراه، الجيل ده شارك في مباراه بايرن ميونخ ده مباراه بايرن ميونخ دي تحديدا كان هاني فيها عالمي، يعني الجيل ده الحمد لله شارك، الجيل ده شارك فعنده رصيد في المونديال انه لعب على لعيبه ثقيله، يعني حتى لو مثلا ناخد مباراه بايرن احنا خسرنا فيها 2، لكن لما تيجي تشوف هاني في الماتش ده بيلعب على 2 باك شمال وجناح شمال، الاثنين عندهم سرعات خرافيه، والمباراه دي كمان يعني كومن والفونسو ديفيز الاثنين عندهم
عندهم سرعات رهيبه ومع جابها ناريه ومع ذلك هاني قدر يعمل جيم كبير فتراهن على هاني. وده سؤالي، هل تفكر مثلا لو انا بصيت للسكواد بتاع ريال دلوقتي، هل تفكر انك توقف مصادر الخطوره يعني تعمل شلل لحد مثلا زي فينيسيو جونيور او حد زي لوكا مودريتش، تزق حمدي على مودريتش او هاني على فينيسيوس ومش مطلوب منه حاجه تانية غير انه توقف ده، ولا تلعب بنفس الطريقه الجماعيه؟ هو ده مهم جدا اللي بيتكلم فيه، ولكن هل مستر كولر شويه هيلعب على انه حد يبقى في الناحيه الدفاعيه شويه مع هاني؟ يعني لو اتكلمنا مثلا على حسين الشحاحات ما بيأديش الدور الدفاعي بنسبه 100%، ولكن ممكن طاهر يأدي الدور ده. طب هل يعني ممكن في البدايه يبتدي بحد يقدر يأدي الدور الدفاعي وينفذ له النواحي الخططيه والتكتيكيه في الناحيه الدفاعيه اكتر، يبقى ملتزم دفاعيا اكتر، ولا هلعب مباراه عاديه ممكن حسين يرجع يساعد مع هاني، خاصه ان حسين فائق جدا الفتره الاخيره، واعتقد انه كان بيجهز لمباراه ريال مدريد بشكل او باخر هذا الشكل. يعني هل مستر كولر هيفكر بده ولا لا؟ ولكن لو سالتني انا هقول لك انه في البدايات، في البدايه انت لازم تلعب طبعا بطريقتك العاديه الطبيعيه. انا مش عارف ليه، ولكن لازم توقف وتشيل شويه بعض اللاعبين الاسماء اللي موجودين في ريال مدريد، لانه مصدر خطوره كبير جدا ومش من اللاعبين العاديين اللي ممكن تقول انه ممكن تمشي معاه ولا لا. لا، هو مستواهم ثابت من فترات طويله، وبالتالي لازم يكون عندك تخوف كبير جدا ولازم تلتزم معاهم من الناحيه الدفاعيه. مش عارف ليه حاسس انه يعني ممكن كولر، ويمكن تبقى مفاجاه، مش هل هي مفاجاه متوقعه لا، يلجا لفكره ال 3 4 3. يعني لو لعب بمتولي ومنعم، وخلينا نناقش السيناريو مع بعض، متولي ومنعم وخالد عبد الفتاح مثلا في وعلى اليمين هاني وعلى الشمال معلول معلول، وفي النص مثلا حمدي وديانج، وقدامهم الأقرب بالنسبة لي حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف. يعني وارد طبعا، ولكن انا شايف ان دي ممكن تعمل، طبعا انت هتقفل، انت كده بتقفل الاطراف بشكل كبير. انا بحس ان مستر كولر باحساسي الشخصي دايما في كل اشواط الاهلي الاولى انها فرصه انه اقفل الجيم وحاول تقرا المنافس في الملعب، طريقته ايه، الفترة الأخيرة ادواره ايه، بيشتغل ازاي، وابتدي انا ابني السيناريو بتاعي على خطته او على طريقه لعبه في الشوط الثاني. ده فكره الفتره الاخيره. ويمكن يكون في دور حمدي فتحي والسلاية الفتره الاخيره والتبادل ما بينهم وما بين كمان ديانج في التكمله الهجوميه دي والالتزام في الناحيه الدفاعيه وقفله المساحات في وسط الملعب في كل المباريات اللي فاتت حققت نتائج بنسبه 100%. انك تقفل بقى على العناصر المؤثره في ريال مدريد بانك ممكن تلعب 3 و4 في وسط الملعب، احتمال وارد بشكل كبير، لان انت محتاج فعلا تقفل على مصادر الخطوره المؤثره بشكل كبير جدا في ريال مدريد. يعني اتكلمنا عن فينيسيوس وعن اسينسيو اعتقد يمين وشمال، رودريجو، يعني اسماء كبيره وعندهم سرعات كبيره جدا جدا ومهاره كبيره جدا، حتى النواحي التصويبيه عندهم مميزه جدا، وبالتالي في الفيردي كمان في التكمله مع وسط الملعب مع مودريتش، لا عناصر خطوره كتير، محتاج تقفل على مين ولا مين؟ لا انت عندك الامكانيات وعندك الامكانيات لعيبتك تقدر تقفل عليهم. أيوه. وممكن يكون احتمال وارد، رغم اني شايف انه 4 3 3 طريقه جيده، ولو تم فيها الالتزام بالنواحي التكتيكيه والتوازن ما بين الدفاع اعتقد هيكون في الناحيه الدفاعيه اكتر على الاقل في الشوط الاول، وبعدين ممكن يكون عندك نواحي هجوميه في الشوط الثاني، او يعني تلعب على الهجمات المرتده، ممكن يكون بشكل كبير طريقه ناجحه. في يعني تجارب ممكن نطلق عليها انها تجارب ملهمه، وانا بيتهيالي ان الشغل المعنوي والنفسي في التحضير لمباراه ريال ما يقلش ابدا اهميه عن الناحيه الفنيه والبدنيه والتكتيكيه. يعني راجل اكيد هيشتغل ومحاضرات ومذاكر وهيشوف شرايط، لكن كمان الناحيه المعنويه مهمه جدا يا كابتن اشرف. طبعا انا مش هقول لك تجارب مثلا، وبما ان احنا على ارض المغرب، احنا شفنا المغرب في مواجهه منتخبات ثقيله زي بلجيكا وكرواتيا وبعد كده اسبانيا وبعد كده البرتغال لغايه لما وصلت قبل النهائي، ودي كانت تجربه ملهمه لكل فريق عايز يلعب كره قدم ويوصل صحيح. لبعيد صحيح. لكن احنا في مصر كمان في اوقات كتيره جدا كان عندها التجارب دي. يعني بفتكر مثلا مصر وايطاليا في كاس القارات، الفوارق كانت شاسعه في التوقيت ده بين الكره في مصر والكره في ايطاليا، ورغم كده نجحنا ان احنا نكسب. حتى مباراه البرازيل
وانت عشان تواجه المنتخب البرازيلي تتكلم على واحد من افضل منتخبات لعب كوره في العالم لعبت عليه جيم لدرجه انه شوالي في تعليقه على الماتش قال لك البرازيل هي اللي لابسه احمر صح ولا غلط؟ صحيح صحيح. ففي اوقات كتير جدا الفوارق في ال 90 دقيقه بتدوب لو الفريق معنويا هو دي هي دي الدوافع اللي بقول لك عليها اللي كنت لسه بكلمك عنها انه دوافع لاعبتنا مهمه جدا جدا وفي شعره ما بين انك تبقى مندفع وعندك نتيجه الدوافع الكبيره والنواحي النفسيه والشحن من المباراه ومن قيمتها ومن يعني الجمهور والسوشيال ميديا كل دي نواحي نفسيه كبيره جدا جدا محتاجه كواليتي معين من اللاعبين يقدروا يتعاملوا معاها. طب الدوافع دي الشعره دي ما بين انك تبقى مندفع وعايز تعمل مباراه فيها شويه شوي يعني ولا انك تلتزم نكسب الاول بعد كده نعمل الشوي يعني نجيب الجول الاولاني بس وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. ان شاء الله انا متفائل جدا والله يعني لعبتنا ملتزمين جدا واعتقد ان في كل المواقف الصعبه اللي مرينا بيها اعتقد لعبتنا كانوا رجاله وقد المواقف دي. فاتمنى ان شاء الله ان لعبتنا يكونوا يعني على قدر المسؤوليه واتمنى ان شاء الله انهم يلتزموا ويكون في توازن ما بين النواحي الدفاعيه والهجوميه. وطبعا انا معاك تماما في اننا لازم نقفل ونضيق المساحات على بعض الاسماء اللي موجوده في ريال مدريد لان هم في فوارق كتيره من النواحي البدنيه والامكانيات الفنيه وبالتالي لازم تقفل عليهم بشكل او باخر عشان تقدر تخرج بنتيجه ايجابيه في النهايه. ولكن انا في النهايه متفائل جدا جدا الحقيقه. الشناوي له دور كبير جدا يعني غرفه الملابس طبعا خارج الملعب والنواحي النفسيه بتكلم عنها والاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي سواء الشناوي او السوليه او قفشه او اسماء كتيره حمدي فتحي النهارده عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين اصحاب المسؤوليات يعني ليهم دور كبير جدا خارج الملعب طبعا وداخل الملعب طبعا احنا بنتكلم على كورتوان النهارده بالنسبه لريال مدريد مشكله كبيره جدا انه مش موجود رغم ان لانين اعتقد الحارس الثاني من الحراس المميزين جدا حارس منتخب كرواتيا اوكرانيا حارس من الحراس المميزين ولكن عشان احنا يمكن ما نعرفوش او ما بنشوفوش وارقام او عدد مشاركته مع ريال مش كبير قوي لكنه واحد حارس مميز جدا جدا جدا, جدا, جدا في ركلات الترجيح يعني اتشاط عليه مشاركته مع ريال مدريد في مشاركته مع ريال مدريد اتشاط عليه 20 صد منهم 8 حارس بطل عالم خد بطوله عالم شباب مع منتخب اوكرانيا في كلين شيت كتير عنده في كلين شيت كتير فيعني عشان بس ما نتخدعش هو بديل كورتوا وكورتوا انا بشوفه الافضل دلوقتي نمره واحد في العالم كله لكن هو برضو مش معنى كده ان الحارس اللي جاي ورا منه يعني اي كلام لا من الحراس الجيدين جدا ولكن عايز اقول لك انه مقارنه بده رغم ان عندك حارس مميز جدا الثاني ولكن في تخوف كبير جدا من عدم وجود كورتوا. عندنا الشناوي من افضل حراس المرمى في افريقيا الفتره الاخيره والحقيقه دوره القيادي داخل الملعب مش بس على المستوى الفني مميز جدا جدا يعني في فتره كده كان فيها شويه لخبطه ولكن الحمد لله الشناوي رجع لمستواه الطبيعي والعادي. هو لما اقول الشناوي من التوب 10 على مستوى العالم يبقى فيها مبالغه؟ لا والله مش شايف انها يعني مبالغه يعني لما احط الشناوي امكانياته ده دوناروما وميندي دول انا بشوفهم على فكره اقل من ميندي بيخسر يعني في فترات طويله بيكون سبب في خساره ودوناروما يعني بشوفه يعني خد بروباجندا كده بس عشان البي اس جي لكن طبعا حارس كبير وحارس عملاق وكل حاجه بس يعني ما هواش نوير ما هواش كورتوا ما هواش حتى تير شتيجن فلما يعني اقول والله احنا مش بنقول ده الشناوي لانه حارس مرمى النادي الاهلي انا عشان كده بسالك الشناوي هو كبيرة جدا كجول كيبر لما يقول ان هو من التوب 10 على مستوى العالم بتهيألي ما يستحقها يعني يستحق الشناوي من افضل الحراس في الفتره الاخيره والحقيقه يستحق ده وتركيزه وولائه واخلاصه وتفانيه في الملعب لا الحقيقه الشناوي يستحق ده بشكل كبير وله دور كبير جدا جدا داخل الملعب وخارج الملعب مع النادي الاهلي. في مراكز محتار فيها مستر كولر او هيحتار فيها مستر كولر؟ هيحتار في الطريقه اللي بتتكلم بيها اللي فيها انه هل هستغنى عن السوليه مثلا عشان العب بالطريقه دي او حمدي فتحي استخدم ديانج والسوليه او ديانج وحمدي فتحي او سوليه وديانج او حمدي فتحي واستغنى عن ديانج لان الثلاثه اعتقد مستواهم الحمد لله متقارب جدا وثابت بشكل كبير. هل وكمان السيزون ده حاسس انه الانسجام بينهم والتفاهم جداً بينهم زاد بشكل كبير جدا هو ده اللي بقول لك عليه طريقه تطوير الجماعي والفردي للاعبين من الجهاز الفني فرق كتير جدا جدا. صحيح. طيب هل هستغنى عن حسين الشحات ولاعب طاهر؟ هل هستغنى عن احمد عبد القادر؟ ويعني فكره الاماكن مين يلعب على كارباخال لو لعب كارباخال؟ مين افضل يعني لو بتفكر في نواحي هجوميه مين يتعب كارباخال؟ حد زي عبد القادر ولا حد زي طاهر؟
اعتقد انه المهاره مع كارباخال تنفع اكتر. المهاره مع كارباخال تنفع اكتر اعتقد، لانه النواحي يعني هو من اللعيبه اللي بتلعب بشكل عنيف شويه، فالمهاره معاه تنفع بشكل كبير، ولكن في الارتداد بقى هي دي المشكله، ان عندك اللاعب المهاري دايما ما يبقاش عنده نفس القدره في النواحي الدفاعيه. ايوه، وبالتالي بس وانا بلعب بثلاثه فلات يا اشرف برضو ممكن ده يبقى وارد، يعني يعني لو انا اخترت ان انا العب بثلاثه فلات في نص الملعب وثلاثه عندهم قدرات بدنيه يقدروا يغطوا زي ديانج وحمدي والسوليه، يعني ممكن شويه حد يميل مع علي يقفل برضو الحته دي. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، هتلعب بالثلاثه دول، فانا اعتقد لو لعب بالسوليه وحمدي فتحي وديانج هيلعب بالناس بحسين الشحات وحمد عبد القادر ومحمد شريف. يعني هو ده اعتقد الفكر اللي موجود، لو لعب الطريقه اللي اتكلمت عنها انه ممكن يبقى عندي ثلاثه واربعه في وسط الملعب، يبقى الاثنين هيستغني عن واحد من الثلاثه اللي في وسط الملعب، علي معلول وهاني، والعب بحمدي مثلا وديانج او السوليه وديانج، هيبقى عندي اعتقد فرصه ان ممكن يلعب طاهر ويلعب احمد عبد القادر مثلا الناحيه الثانيه. وبالتالي لا، في فكر كتير، واعتقد انه هيحتار شويه مستر كولر في طريقه المواجهه في الشوط الاول تحديدا. عندك الحمد لله جاهزيه كبيره جدا ل 99% من اللاعبين، الحمد لله ما عندناش اصابات، الحمد لله موجوده، كل اللاعبين جاهزين بشكل كبير. المناوره اللي عملها مستر كولر في المباراه اللي فاتت ان يلعب تغيير الخط الهجومي كله تاو وكهربا طبعا كانت مناوره كبيرة جدا، واعتقد انها نجحت بشكل كبير جدا في انك تقتنص الثلاث نقاط من المباراة. في فكر وفي حد بيشتغل وفي حد بيدرس المنافس وفي حد بيلعب مش بس على امكانيات لعيبته، لا كمان على المنافس وطريقه لعبه. والحقيقه انا شايف ان الجهاز الفني بيؤدي اداء رائع جدا جدا، وتنفيذ اللاعبين للجهاز الفني. في ناس بتسن السكاكين من دلوقتي ومستنيه كولر يخسر من انشيلوتي عشان يوريك ازاي تخسر من احنا مش يعني. فارق معانا الحقيقه، طبعا فارق معانا نتيجه المباراه، النادي الاهلي دايما بيدور على ده، ولكن يعني بنرفع كل الضغوط على لاعبتنا يستمتعوا يلعبوا مباراه مميزه، ولكن مع الالتزام داخل الملعب بالشكل الجماعي والاداء التكتيكي والخططي. انت عارف انه جماهير بحكم طبعا يعني قرب المسافات بين اسبانيا، جماهير الريال جماهير المغرب زي ما هي منقسمه كده اغلب او جزء الكبير منهم بين الوداد والرجاء، متقسمه برضو بين الريال والبرسا. ويعني انا في الماتشين اللي فاتوا قلت ان الاهلي بيلعب على ارض وسط جمهوره بصراحه طبعًا. الجمهور المغربي يعني اشقائنا الحقيقه، قاموا بالواجب وزياده كمان شويه، والمسؤولين كمان هناك الحقيقه، والترحاب او الترحيب ببعثتنا هناك وتحديدا مجلس اداره كابتن محمود خطيب واللاعبين، لا الحقيقه يعني ما فيش اروع من كده الحقيقه الاشقاء. الماتش ده متوقع الموضوع يبقى مختلف شويه يعني في انقسام الجماهير، يعني يعني فكره انه الريال جاي المغرب يلعب في ملعب مغربي، انا متوقع انه في جزء كبير من وده حق وانا مش بلوم عليه طبعا، يعني ولو انه مفترض انتمائه يبقى عربي افريقي في المقام الاول يعني، لكن يعني لو الريال بيلعب مع فريق عربي افريقي انا هشجع، حتى لو كنت من مشجعي ريال هيبقى فيه كده حته من جوايا يعني مايله زي ما كنا بنشجع يعني المغرب مثلا. المغرب طبعا لو لعبت البرازيل مثلا الشعب المصري كله مثلا بيحب منتخب البرازيل، اكيد هنبقى يعني مع منتخب المغرب. يعني عايز اقول انه بغض النظر بس ممكن تكسب الجمهور ده على فكره طبعًا. اللي عايز اقوله بس من سؤالي انه ازاي اكسب الجمهور ده في الملعب، يعني موالد جدا اخليه يتحول بادائك يعني. ورجولتك داخل الملعب، الجماهير دايما يعني متعاطفه دايما مع الفريق الاداء رجولي وقتالي داخل الملعب. يعني عايز اقول لك انه بغض النظر عن الانقسامات داخل الجمهور ولكن على الاقل الملعب هيكون فول كاباسيتي، يعني الجماهير التذاكر خلصت كريم النهارده كنا معاه في بدايه الحلقه، التذاكر بتاعت المباراه هيكون صوره رائعه جدا جدا ان شاء الله ان شاء الله، يعني لعبتنا رجاله ويشرفونا، وباذن الله احنا بنرفع عنهم كل الضغوط، يستمتعوا يأدوا برجوله، وان شاء الله ان شاء الله نتيجه ايجابيه باذن الله باذن الله الحقيقه راضيين ومقتنعين وشايفين الاهلي بيقدم كره محترمه وبيمثل الكرة العربية والإفريقية والمصرية تمثيل أكتر من رائع في البطولة، تكمل بقى ونكسب الريال ونعدي المباراة النهائية وبعد كده يبقى نعمل اللي احنا عايزينه إن شاء الله بإذن الله. مقابلتنا اللي جاية إن شاء الله نبقى بنحتفل بإذن الله بإنجاز جديد بيحاول أهلي في المونديال. بشكرك شكرا جزيلا كابتن، بشكرك جدا يا أحمد، نورتنا وشرفتنا، بشكرك جدا جدا، وكل إن شاء الله الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله بأداء ونتيجة إيجابية إن شاء الله للنادي الأهلي. شكرا لكم على المتابعة، بكرة حلقة خاصة بالأرقام، مشوار الأهلي ومشوار الريال.
في الموسم الحالي بالأرقام يمكن تكون قراءة مهمة جدا في مشوار الفرقتين قبل مواجهة الأربعة إن شاء الله. بشكركم على المتابعة وتحياتي لكم.